اليوم بهذا الفيديو حنحكي عن ميزة فارمايد اكسترا. طبعا هاي الميزة هي تعتبر كداتا بيز متجددة حتحوي على آلاف المعلومات الدوائية الممتعة إن شاء الله بالمستقبل القريب. فيك أنت تتابعها عن طريق الموبايل سواء كان ايفون أو بدعم تطبيقات الأندرويد. فهي موجودة على الفيسبوك، والهدف منها هو تقديم معلومات صيدلانية دوائية عملية مجال صيدلة المجتمع وصيدلة المشافي، العلاقة كمان بالفارماسي براكتس. حناقش فيها معلومات دوائية بسيطة وعملية، حتى حنحاول يعني المعلومات المعقدة الصعبة نبسطها، اوكي؟ ما ننسى انه علم الصيدلة هو علم متجدد، وبالاضافة لهذا الشيء نحن لاحظنا كثير من الصيادلة يعني تمر عليهم سنتين او ثلاثة او خمسة بعد التخرج عم تكون معلوماتهم الدوائية حول الصيدلات الحيوية ضعيفة. فكمان حتقدر انت تطور وتراجع معلوماتك بالصيدلات الحيوية. طبعا هالسكتشات الدوائية سواء كانت حول الصيدلات الحيوية او غيرها هي مثل قطع بازل انت عم تركبها، فبتحاول انك انت تربط المعلومة مع معلوماتك السابقة حسب خبراتك حسب الاشياء اللي انت تعلمتها وبتعرفها، فهي مثل بازل انت عم تربطها مع بقية البازلز الموجودة عندك لتكمل الصورة، اوكي؟ فطريقة التعليم بهالشكل هذا حترسخ عندك المعلومات الدوائية بشكل غير قابل للنسيان، لأنك أنت عم تربط المعلومة مع شيء أنت بتعرفه من قبل، تمام؟ هالشيء كتير كتير مهم ولازم تتذكروه. كمان حتحوي هالميزة على مئات الأمثلة الصيدلانية والدوائية، فبنعرف الوقت نحن نطرح المعلومة الدوائية بشكل مثال مستحيل نحن ننساها. كمان معرفة أهم التداخلات الدوائية اللي أنت لازم تعرفها. هلا أنا ححط لكم اليوم فيديو هون من ضمن المجموعة لحتى بس تتذكروا كيف انكم تقدروا تبحثوا عن أي معلومة دوائية بالمستقبل، لأنه ما حتقدروا انتم تشوفوا كل المعلومات القديمة، لأنه مثل ما قلنا كل فترة في عنا معلومات جديدة عم نحطها. مثلا لو شخص فعل هالميزة وكان يعني جديد عم يتابعنا، فبهالحالة هي ما حيقدر يرجع وينزل لتحت ليشوف شو أول معلومة كانت، فحيكون مثل ما قلنا حوي على 5000 او 10000 او اكثر حتى بالمستقبل. ف مثل ما لكم شايفين هون ضمن المجموعه هي الخاصه بميزه الفارمايد اكسترا فيكم انتم تكبسوا على خيار سيرش. فمثلا احنا بدنا نبحث عن اي معلومه حول دواء الاسبرين تم مشاركتها باسلوب فارمايد مثلا، بنشوف مثلا يلعب الكافيين الموجود بمستحضرات تسكين الالم الحاوي على اسبرين باراسيتامول دورا بزياده امتصاص وفعاليه مسكنات الالم هي اضافه لتاثيره منشط للسي ان اس او سنترال نيرفس سيستم. اوكي هلا ما بس انتم تضغطوا اسبرين لانه الفيسبوك حساس حتى للبحث، نضغط كمان الاسبرين. اوكي كمان حورجيكم اياها بالانجليزي. الاسبرين او اسبرين يعني مع قل التعريف، شوفوا النتيجة البحثية اللي طلعنا لنا طلعت معنا. شايفين كل هالمعلومات هي مثل ما لكم شايفين الاسبرين 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 تمام. مثلا انتم حابين تبحثوا عنا للمعلومة بالانجليزي، اوكي اسبرين كمان نضغط اسبرين وبعدين نضغط على انتر، فالفيسبوك بيحولنا ل هالنتيجة البحثية. طبعا بما انه هلا الميزة ما تزال حاوية على حوالي 500 معلومة دوائية مهمين، وكل يوم عن يوم نحن عم نضيف معلومات جديدة حوالي 5 ل 10 معلومات، فبالسنة حيكون عندنا حوالي شيء 3500 معلومة، خلال 5 سنوات حيكون 15000 معلومة. فالنتائج البحثية هون حول الدواء نفسه بشكل آخر بحيث ترتبط هالقطعة اللي قلت مثل فكرة البازلز مع معلوماتك السابقة حتكون هون موجودة. فمثلا هون المعلومة عن الأسبرين هون من الأدوية التي تؤهب حدوث سمية كبدية عند وجود اعتلال كبدي سابق عند المريض، نذكر الميثوتريكسيد، الأسبرين وصوديوم فالبريت. طيب الأسبرين احنا بنعرف إنه هو من الإنسيت، الأسبرين بنعرف إنه هو من الأدوية اللي سبب نزف عند المرضى اللي هنا بالاصل عندهم قرحه هضميه في حال تناولها المريض. الاسبرين بيعمل كذا كذا، كل ما نحن تذكرنا المعلومات الدوائيه بهالشكل هذا منحيط بالماده الدوائيه بحد ذاتها.
ما عم بحكي طبعا على الاسبرين بس، عم بحكي عن باراسيتامول، عم بحكي عن الانفليكسيماب، عم بحكي عن الكورتيكوستيرويد، عم بحكي عن ادويه القلبيه، يعني ادويه عصبيه، ادويه نفسيه، اي دواء. فمثلا لو جربنا نبحث عن دواء ثاني مثلا باراسيتامول بالعربي، فيكم تكتبوه بالانجليزي او بالعربي، او الباراسيتامول بتحطوا قل التعريف كمان باراسيتامول. طبعا هو مو مثل جوجل ما حيقلنا عدد النتائج البحثيه، بس فيكم انتم تشوفوا المعلومات حول الباراسيتامول هون، تمام؟ حتشوفوها كلياتها، تمام؟ end results، لانه لسه المعلومات حول الباراسيتامول هن مثلا خمس معلومات مهمه لازم احنا نذكرها. بس اذا حطينا الباراسيتامول الباراسيتامول كمان حيطلع لنا معلومات ثانيه، او يمكن ما يطلع احيانا على حسب. اوكي تمام، شايفين طلعت معلومه ثانيه، معلومه بعدها، شايفين معلومات مختلفة عن المعلومات المكتوب فيها باراسيتامول. اوكي الباراسيتامول يعني حاولوا انتم تحطوا قل التعريف. كمان لو احنا كتبناها بشكل بالانجليزي باراسيتامول هنشوف هلا شو حيطلع لنا، كمان طلع لنا شيء ثاني. اوكي فنحن مثل ما قلت لكم حتكون داتا بيس حتحوي على الاف المعلومات الدوائيه ان شاء الله بالمستقبل القريب، ونحن مقدمينها بطريقتنا الخاصه فينا اللي هي عم نسهل فيها المعلومات الدوائيه المعقده بحيث نربط المعلومات الدوائيه مع بعضها البعض وما ننساها ابدا، اما مثل ما قلنا بشكل مثال، اما بشكل معلومه دوائيه عمليه، اما بشكل قصه احيانا يعني خطا دوائي بيصير مع مريض يمكن يؤدي لوفاته. فكل هالمعلومات هي وقت نحن نربطها ببعضها بصير عندنا يعني بسموها النولج بيز قويه جدا حول الادويه. اوكي فبالنسبه لفارمايد اكسترا هي ميزه حتكون واعده جدا، وتعلم بهالطريقه هي حيكون جدا ممتع. مثل ما قلنا اذا انتم كنتم متابعينا من اول فيكم انتم يعني تشوفوا كل المعلومات هاي لو انتم حابين، بتبقوا انتم عم تنزلوا لتحت طبعا وبتقروها. لو انتم حابين تبحثوا كمان فهي الميزه كثير مهمه وجدا بتسهل عليكم كمان العمليه، تمام؟ فكان هذا الفيديو حول هالميزه هي وحول ميزه السيرش. فثانك يو ريلي فور واتشينج اند ستي تيوند.